ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في استديو 300 على الهواء مباشرة. الحين أنا عندي سؤالين، سؤال للفنان نبيل شحيل وسؤال للشاعر عبد الرحمن بس أنا عندي رفيع. سؤال بعد قبل، احنا طلبنا ينسون تفضل. وشاي لحمة يعني؟ لا ياي يعني بالطريق ياي ها؟ ولا تجيبونه وين من يعني من خارج ذي؟ انزين احنا راح نراويك مشهد. ايوه زين ونبيك تعلق عليه. حاضرين نشوف معاك المشهد. تفضلي. يا اخوان عندهم الموضه عنوان، كل ما تطلع موضه جديده يلحقونها مثل الذبان، يلبسون الاحمر والاصفر والاخضر وجميع الالوان، يقلدون مايكل في رقصاته، يتلوون مثل الثعبان، يرقصون البريك دانس حتى بنغام الهبان. القصة قصة ترافولته ولا مثل كوجاك قرعان، كل خمسة يمشون مع بعض في السالمية كنهم خرفان، مال يحطون شعورهم ويزحفونهم في الميدان. الواحد منهم شايف نفسه وهو اصلا بطران، يسمع الاغاني يهز راسه ويسوي روحه فنان. سأليته شي يقول المطرب، قال لي والله مو فهمان، يا جماعة يوزوا من الغرب ومن هالتقليد التعبان، ردوا لصلكم لعروبتكم واتركوا تقليد الأمريكان. والله أبدع. هذه داود حسين، يا فنان أبدعت إبداع كل مبان. والله أنا صور لي يعني خلينا نتفلسف شوي. هو الفن تقليد، محاكاة، مثل ما يقول أرسطو. أرسطو يقول الفن محاكاة. ويصور لي أنا يعني لما واحد يقلد واحد يقلده، مثل رسام الكاريكاتير اي يلاحظ الجانب البارز في الوجه، وجه ذي، ويقوم يضاعف منه، يبرز بشكل اكثر. فيصور لي يعني لما واحد يقلد ويقلد 100% هاي تصوير، يصير تصوير فوتوغرافي، لازم ما يكون 100% عشان يكون تقليد، لان الفرق بين التقليد وبين التصوير الفوتوغرافي. وانا في رايي هني يعني انه الاخ داود حسين يعني اجاد التقليد بمعنى الكلمه، ولو ان القصيده يعني مو من النوع اللي كتبان يعني. نعم. ما اجاد القصيده بس اجاد التقليد. اجاد التقليد. انزين على فكره هذه من مواهب الفنان داود حسين، انه هو يعرف يقلد. بلى اي هو ما في شك. حتى عبد الحسين عبد الرضا لما شفناه هذه يعني توب قمه في التقليد يعني، استاذ هو هني الابداع يعني، انه الفنان يقلد يحاكي الطبيعه، مثل ما قال الفنان يحاكي الطبيعة، هي باختصار. نعم.